وينك؟ قبل كل شيء جيبي قفص الببغاء لهون، هذا صار ملكنا. شلون هيك؟ هيك شلون هيك؟ هيك. بعدين قديش قلتي لي اخوكي بده يدفع اجار البيت بالكيكيه؟ 5000 ليرة. طيب شو رأيك إذا دبرت له أنا بيت هون عنا بالبناية وبنفس السعر كمان؟ هلأ خليتني أترك اللي بإيدي وإجي لعندك عشان تتمسخر علي. هلأ أنا عم بتمسخر؟ والله عم بحكي جد. هلأ اتصل فيي سيد جهاد من كندا وقال لي مو راجع قبل سنة سنتين. شو يعني؟ يعني شو عليه إذا أجرنا البيت لأخوكي؟ اخطي خليه يعد له فيه سنتين ثلاثة بينوبنا ثوابه وبعدين الله بيدبره، وهيك منكون ضربنا ببغاء وعصفورين بحجر واحد. منه منوفر على أخوكي ومنسكنه ببيت جاهز بحياته ما كان يحلم فيه، ومنه نحن منستفيد بقرشين الزراف اجونا على بارد المستريح. بعدين حبيبتي إن شاء الله صدقتي إنه جارنا جهاد عن جد رح يرجع بعد سنة سنتين. ليش مو هو هيك قال؟ صحيح ما بقلك لا، بس هلأ هو هيك عم يقول لأنه ما صار له زمان وصلان لهنيك، والحنية للبلد لساتها معشعشة جوات قلبه، بس بكرة لما بيبلش يسحب بالدولار ويحسب فرق العملة وقتها رح يطمع وبصير بده يقعد فترة أطول. يعني قولتك ما بيزعل؟ ليكو التانية وليش لحتى يزعل؟ يعني فوق ما عم يسكنه بالبيت ناس أوادم حتى يديروا بالهم عليه؟ أصلاً هو ما رح يدرى، ولا تنسي أنه الرجال موصيني بعظمة لسانه بالبيت. لكان رح اتصل باخي وبشره وخليه يحدد موعد العرس. ايه الله يذكرك بالخير يا استاذ جهاد، كان عندك بيت وسياره ووظيفه حكوميه، ورغم هالشي ما عجبك وسافرت، بس ليكني أنا هلأ الحمد لله عايش أحلى عيشة من ورا يلي تركته أنت هون. فعلاً الإنسان بتجي رزقته يلي الله كاتب له إياها وين ما كان يكون. هاي 10,000 أجار السيارة و5,000 أجار البيت، نعمة كريم. حاجتي بقى شغل على التاكسي كل يوم لوش الصبح، وحتى الوظيفة ما عاد إلها طعمة، وعم فكر استقيل منها واقعد بالبيت واتفرغ واكتب.